عن ذي الكفل نبي الله صلى الله عليه وسلم، كان نبيا كان تقيا بصلاة وزكاة وصّى، ذكر الاسم بخير كتاب لكن لا لم ترد القصة. قيل ليسع قد استخلفه لما بدأ بهرم يتعب، حين رآه كثير صيام وكثير صلاة لا يغضب. قالوا هو ابن محبوب لنبي المولى أيوب، أخبار هي قد وصلتنا يعلمها علام غيوب. قالوا هو ابن محبوب لنبي المولى أيوب، أخبار هي قد وصلتنا يعلمها علام غيوب. لتكافله أمر قضاء قالوا قد سمي ذا الكفل، يحكم بين الناس ويقضي ما أجمل ذلك من عملي. صدقا صدقا يا أبتاه ذاك حديث ما أحلاه، في القلب ستسكن ذكراه فعليه سلام وصلاة، فعليه سلام وصلاة.